كما توافد المصريون صباح اليوم على السفارات المصرية في دولة الإمارات وعمان وموريشيوس وأرمينيا للمشاركة في التصويت لليوم الثاني على التوالي في انتخابات الرئاسة التي تجرى في الخارج. كانت القنصلية المصرية في سيدني من أول اللجان الانتخابية التي فتحت أبوابها، حيث شهدت إقبالا كثيفا ما بعد فتح مراكز الاقتراع أبوابها في نيوزيلندا وكذلك الصين واليابان وكوريا وسنغافورة والفلبين وماليزيا وتايلاند وفيتنام وإندونيسيا. يأتي هذا فيما شهد اليوم الأول من تصويت المصريين إقبالا كثيفا سيما العواصم العربية والأوروبية، فيما قدمت البعثات الدبلوماسية التسهيلات اللازمة خلال العملية الانتخابية تيسيرا على الناخبين، ولم ترصد غرف العمليات المختلفة أي شكاوى أو خروقات خلال يوم الانتخابات الأول.